إلى أخبار اتحاد الكرة ومنتخبنا الوطني، حيث أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن نادي الأهلي لم يرسل أي خطابات رسمية لطلب تأجيل مباراة السوبر أمام المصري البورسعيدي والتي تقام بالإمارات والمقرر لها 12 من يناير المقبل في ملعب هزاع بن زايد. وأضاف لطيف أن مجلس الاتحاد قرر أن يتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم أجنبي أو على الأقل طاقم تحكيم عربي تحقيقا لمبدأ الشفافية. كشف مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه كانت هناك جلسة بين أعضاء المجلس مع هاني أبو ريدة تم خلالها مناقشة عروض المباريات الودية للمنتخب الوطني في حضور إيهاب لهيطة مدير المنتخب. وتأكد خوض المنتخب مباراتين وديتين في مارس المقبل، تم الاستقرار على أن تكون المباراة الأولى مع منتخب البرتغال على أن يتم المفاضلة بين العروض حول المباراة الثانية. كان المنتخب الوطني قد وقع في المجموعة الأولى في المونديال بصحبة منتخبات روسيا، أوروغواي والسعودية. قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري دعم محمد إبراهيم في قيادة الفريق الأول لكرة القدم وتفويض محمد مصلحي رئيس النادي في التعاقد مع مدير فني جديد للفريق والتفاوض مع لاعبين جدد في انتقالات يناير. ويقود محمد إبراهيم الفريق في مواجهته أمام بتروجيت بعد إقالة الفرنسي ميشيل كافالي بسبب تراجع النتائج. وأكد محمد مصلحي رئيس مجلس الاتحاد السكندري أن محمد إبراهيم يحظى بكل الدعم من مجلس الإدارة، معربا عن أمله أن تتكلل تجربته في قيادة الفريق الأول بالنجاح.